بعد ما قرأت كتير من الكتب عن الإنتاجية وتعرفت على كتير من القوانين والقواعد، قاعدة 100 ساعة أو قاعدة 2، بس المشكلة إنه هاي القواعد والقوانين كانت موجهة للشركات ورواد الأعمال. عشان هيك اليوم جيت أقولكم عن قاعدة وقانون ساعدني شخصيا في حياتي وفي دراستي، فتوقفت تدريجيا عن التأجيل والتسويف. والقاعدة اللي بدنا نحكي عنها اليوم هي قاعدة الدقيقتين، فعشان هيك تعال نبلش التايمر. القاعدة بتقول إذا استغرق منك دقيقتين عشان تعمل أو تنجز شغلة معينة اعملها. هالقاعدة غيرت حياتي، خلتني أعمل كتير شغلات صغيرة خلال اليوم من دون ما أحس. فمثلا كل يوم الصبح كنت فيه ورتب تختي، ترتيب التخت أخدش معي دقيقتين، فبروح على المطبخ بشوف إنه في كيس زبالة ملان، بمسكه بروح أزت، وهي بنبك على كتير شغلات خلال النهار. وفي قائمة كبيرة بتقدر تعملها بنهار أنت بتعرفها إنه بتأخذ معك دقيقتين، فأنت لا تتخيل أديها القاعدة بتقدر تساعدك بحياتك اليومية. وهالقاعدة بحكي عنها كاتب كبير اسمه جيمس كلير اللي كتب كتاب أتوميك هابتس. فجيمس كلير بقول إذا بتحاول تعمل مهمة معينة لا ترغب بالقيام بفعلها، فعليك إنك تبسط هالمهمة لدرجة إنك تقدر تعملها بدقيقتين فقط. فكتير إسا منكم بفكر كأنه هذا بتخوت أو بتهبل علينا، أكيد هاي خدعة، فقاعدة عن هالزاي بيقدرش نستد عليها طول الوقت. فمثلا إذا أنت كنت بالمدرسة أو بالجامعة وعندك امتحان أخر شهر، فبدل ما تدرس كل يوم 20 صفحة تدرس صفحتين. فمثلا إذا بدك تتعلم لغة جديدة، فبدل ما تدرس كل يوم 100 كلمة جديدة أدرس 10. فإذا كان في بعد عندك شكوك حول هاي القاعدة، فحدد دقيقتين فقط عشان تبدأ تنجز هالمهمة. خلينا نحكي لكم كيف أنا طبقت هاي القاعدة وهاي القانون على حياتي الشخصية. فقبل كم من شهر قررت إنه بلش أتمرن وأروح على الجيم، فحددت لنفسي إنه كل يوم غير أتمرن لنص ساعة فقط. فبعد 3 أسابيع بطلت أتمرن شيء. فبعد ما تعرفت هاي القاعدة قلت لحالي طيب كل يوم غير أتمرن دقيقتين، صرت كل يوم أعمل تمارين الضغط أو البوش أب لمدة دقيقتين، وبين وقتها كل يوم على الأقل بتمرن دقيقتين ولا يوم أهملت. نفس الحكاية صارت لي لما كنت بدي ادرس شغله معينه او اقرا كتاب معين، فصرت ادرس واقرا بس لمده دقيقتين قبل العشاء او قبل الغداء، ومن وقتها كل يوم عندي دقيقتين ادرس لغه او كلمه جديده او كتاب جديد. بالصراحه اول ما بلشت اطبق هاي القاعده حسيت انه هاي اشي تافه ومستحيل تزبط. فالشيء المميز هون انه صار في عندي روتين كل يوم بعد يوم نفس الروتين، فانا تحولت لنوع من الاشخاص اللي بتمرن او بقرا كل يوم حتى لو مده دقيقتين فقط. فجيمس كلير بقول انه اذا كان في عندك عاده لازم تاسسها قبل ما تتوسع فيها. فمعناته إذا أنا مقدرش أتحول لشخص يدرس لمدة دقيقتين كل يوم أو يتدرب لمدة دقيقتين كل يوم، بحياتي ما راح أتحول لشخص يتدرب أو يدرس لساعة واحدة كل يوم. فعليك تبلش من نقطة معينة، فتبلش من نقطة وينه أسهل بكثير ما تبلش بنقاط صعبة. وإن شاء الله بكون قدرت أشرح هاي القاعدة في دقيقتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.